لبيك الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن التقوى من خصائص المؤمن في سره وعلانيته ونجواه. معشر المسلمين، هداكم الله لهذا الدين القويم، دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر والناس خلقوا جميعاً على الفطرة السليمة، كما قال على الفطرة السليمة، وإنما أتى الانحراف من تربية الآباء أو البيئة أو طروي أو أشياء أخرى سبب الجحود والكفر والضلال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فبين صلى الله عليه وسلم أن التوحيد مركوز في فطر الناس، والشرك طارئ عليها، ويدل على ذلك إخلاص المشركين في الضرورات والمصائب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وأفادنا أيضاً أن الفطرة لا تزول، فقد تغطى وتستر بأنواع الكفر والضلال، فإذا زادت عن تلك الغشاوة عاد المسلم إلى فطرته السليمة. أيها المسلمون، والنفس البشرية لو تركت وداعي الفطرة لاستجاب وسلمت من عوائق الشبهات والشهوات، لاستجابت لدعوة المرسلين ودانت بهذا الدين القويم، كما يقول الله في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالت عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أبحت لهم وأمرت فيشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. أيها المسلمون، حقاً لهذا الدين أن يكون دين الفطرة ودين البشرية، جاء بدستور يوافق العقل وهداية تصلح القلب وأخوة الرابطة، أخوة الإيمان والإسلام. ديننا دين الإسلام دين الكمال والشمول، جاء بما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم وعباداتهم ومعاملاتهم وكل شؤون حياتهم، منهج متكامل في حقوق القيام بحقوق الناس في مبدأ ومبادئ راقية وأخلاق عالية ونظم كاملة وأسس كاملة. ومما يدلك على أن هذا الدين بأصوله ومبادئه وأصول عقيدته السليمة وتشريعاته القيمة موافق للفطرة السليمة والقلب السليم والعقل المستقيم. أيها المسلم، فمن موافقة الفطرة في توحيد الله أنه أمر بعبادة الله وإخلاص الدين له. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه على كل شيء وكيل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي المقابل نهى عن الشرك بالله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما أمر بالإيمان بالمغيبات كالإخبار عن الملائكة وما قام موكلهم من أمور ووظائف ومهمات، ولو عنده لا يستكبرون عن عبادته
ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كما أمر بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب الذي أنزل إليه آخر كتب الله مهيمن عليها مصدقا للحق ومضلا للباطل وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه وأن محمدا عبد الله خاتم أنبياء الله وخاتم رسله وشريعته خاتم الشرائع كلها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما أمر بالإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأهوال والحساب والجزاء والميزان والصراط والحياة السعيدة للمؤمنين في دار كرامة الله والحياة الشقية لأعداء الإسلام في عذاب الله. أيها المسلم وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أي دين يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له إلا هذا الدين الإسلامي الذي أكمله الله وأتمه ورضي الله عنه دينا. إن الدين عند الله الإسلام فعلى البشرية يؤمن بهذا الدين ويدخل فيه لأنه دين حق ودين مستقيمة. أيها المسلمون ومما دعا الإسلام أيضا الاهتمام بالجانب الروحي والمعنوي للإنسان مع الاهتمام بالجانب الجسدي والمادي ولهذا شرع له من عبادة ما يقرب إلى ربه ويقوي صلته بربه فشرع الصلوات الخمس جماعة في أوقاتها مزكية لخلقه مطهرة معينة له على كل خير. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وشرع نوافل الصلوات كما شرع التسبيح والتكبير والتحميد ليكون زكاة لقلبه وصلاحا لإيمانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن موافقة الدين الفطرة دين الإسلام الفطرة أنه تم بشأن الفقراء والمساكين ومواساتهم ففرض لهم في أموال الأغنياء حقا لهم مواساة لهم. قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كما حث عن إنفاق بالخير ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. ومن موافقة الإسلام للفطرة أنه رحمه أنه أشفق على الإنسان ورحمه ورحم الله أضعفه وعجزه فألغى عفوا على الأصار والأغلال والحرج وجعله التخفيف والتيسير. يقول الله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال بشروا وقال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. تقول عائشة ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فاصطبت هذه الشريعة بالسماحة والسهولة والتيسير في كل أوامرها فلما شرع التيمم عند عدم الماء والعجز عنه قال وما يريد ما يريد الله ليذل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما فرض الصيام قال يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. ولما فرض الجهاد ولما فرض الجهاد قال ليس على العمى حرج ولا على رجل حرج ولا على المريض حرج ولم وأباح بعض المحرم الحاجة
وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، ومما وقد مطره أنه دعا المحافظة على مقومات الإنسان في هذه الدنيا، على المقومات الأساسية، أنه دعا إلى المحافظة على المقومات الأساسية في حياة الإنسان، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فدعا إلى المحافظة عليها، وهي الضرورات الخمس التي لا غنى اليوم عنها، ولا يمكن تعيش أمة حياة طيبة إلا بالمحافظة على هذه الضرورات الخمس. فمن المباشرة من الأحكام والتكاليف ما يحافظ على هذه الضرورات الخمس، فأولاً للجانب الديني، أن الله جل وعلا بالجانب الديني قال أمر بالإيمان بما دل الكتاب والسنة من العقيدة السليمة وتفاصيلها، ونهى عن خروجها وارتد عنها، ومن موافق الدين الفطري أيضا في حفظ النفوس أنه حرم قتل الناس بغير حق، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشرع القصاص لمن قتل ظلما وعدوانا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعناية، قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومن محافظ على الأموال أنه حرم السرقة وأوجب قضية السارق إذا قام حد عليه، وحرم العداء على أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحرم التعدي على الأموال، إن الذين يأكلون أموالهم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي جانب العرض منع ما يخرج الحياة فشفت، فأمر بغض البصر وتحسين الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهم الآية، وشرع الزواج لحصول الذرية والاستمتاع المشروع، وحرم الزنا وسائر الفواحش ومن محام عقل أنه أمر العقل بالتدبر والتفكر في عظيم آيات الله ومخلوقاته، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وحرم على الإنسان تعاطي ما يضر العقل أو يؤذي أو يزيله من المخدرات والمسكرات. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، ومن موافقة الدين الفطرة أنه أمر بالعدل والإحسان وحرم الظلم والعدوان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن موادي الفطرة أنه سوى في البشر بالإنسانية، فألغى الفوارق بين البشر والعلاقة والتمييز العنصري، ألغى اللغة أو اللون أو القبيلة، وجعل المعيار الحق هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون. ومن موادي الفطرة أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وشرع تطهير المجتمعات من الرذائل والأخلاق السيئة، فدعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعله من خواص هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن موافق الدين الفطرة أن أمر بالمحافظة على المجتمع واستقراره وسلامته، ونهى عن كل ما يخل بأمنه واستقراره، وجعل الأمن عنوان السعادة في الدنيا
من أصبح آمنا في سربه معان في بدنه فعل له قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وأما بطاعة ولاة وطاعة الله. عليك السمع والطاعة في يسر وعسرك ومن شرطك ومكرهك وأثرة عليه. أيها المسلمون، ومن موافقة الفطرة أنه أمر باستسلام شرع الله ووحي السماء، وأن لا يخوض بغير علم، وأن تشهدوا بالله ما لم به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحرم أن يعارض الشرع بالأهواء والعقول الزائفة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن موافقة الدين الفطرة أنه أمر بتحكيم الشريعة وجعل اللوائح والنظم في دين الإسلام خاضعة لتعاليم الإسلام، لأنه لا يليق بالمسلم أن يتحاكم إلى الطواغيت وإلى القرآن والجهل والجاهلية، وإنما يدعو شرع الله. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ومن موافقة الدين الفطرة أنه دعا إلى هداية الخلق وإصلاحهم، فأمر أتباعه بالدعوة إلى الله في كل زمان ومكان، وجعل الدعوة إلى الله من هذه الأنبياء والمرسلين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قام بهذه المهمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الله سرا وجهارا بمكة والمدينة حتى توفاه الله. ثم قام أصحاب بعد بهذه المهمة وأنفوا كل غال ونفيس، فدعوا إلى الله وأرسلوا الأودية دائما الهدى، وأقاموا حجة الله العباد، وحققوا قول الله جل وعلا ليظهره على الدين كله. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، ثم كتب إلى رؤساء العرب في أطراف الجزيرة يدعو إلى الله، ثم كتب إلى المجاورين له يدعو إلى الله ويقول: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن موافقة الفطرة أن هذه الأمة الإسلامية التعاون مع من لم يحرض عليها ولا العداء لها بالتعاون المادي والصناعي والفني والعلمي بما يصلح البشر وتحتاج البشرة إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ومن موافقة الدين الفطرة أنه أتمشى المجتمع وزع المسؤولية على كل بقدر واستطاعته، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، الإمام راع مسؤول رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها وفي بيت زوجها ومال رعيتها، والخادم راع في بيت مال سيده ومسؤول عن رعيته، فهم المجتمع شؤونها مسؤولية الكل. أن نحافظ على مكاسب الأمة ومصالح عليا، وأن نسعى في تقرير وتدبير، وأن نسعى في رفع الحرج والمشقة عنها أمة الإسلام. إنما نشاهده اليوم من هذه الفتن والمصائب في بعد الإسلام الذي أدت إلى حرق الدماء وتدمير الأوطان وتخريب البنية وإخراج الأمن من بيوتهم وقراهم بهذه الفجعات العظيمة التي يسمونها الفوضى الخلاقة التي عمت بها الأمة تحت مرأة ومسمى من أعداء الإسلام الذين يتربصون الدوائر ويحبون ويغسلون ويستدعون الأمة، يستدعوا دينها وأخلاقها وقيمها وفضائلها، ويغرزون المحبوبات والبغضاء والأحقاد في قلوبنا يا بعض البعض. فلنعلم أن هذا بأسباب ذنوبنا ومعاصينا، سلط الله العدو علينا فأذاقنا ما أذاقنا، فعلينا رجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتقوا في مكان أعدائنا، والحرص على حل مشاكلنا وإنهاء خصوماتنا وحقن دمائنا وإبعاد أمتنا عن هذه المصائب والمشاكل. يا قاتل المسلمين،
زعماء العالم الإسلامي، قادة العالم الإسلامي، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في شعوبكم، واتقوا الله في بلادكم، واتقوا الله قبل بدينكم. أوصيكم أن تتقوا الله، واعلموا أن كل مسؤول عما استراه الله عليه، كل مسؤول عما استراه الله عليه، والله سائل كل مسؤول كل رائع عما استراه عليه. فأعدوا للجواب سؤالا، أعدوا للسؤال جوابا، وللجواب صوابا، اعملوا جميعا في حماية دينكم وأخلاقكم. دينكم مستهدف، أمنكم مستهدف، عقيدتكم مستهدفة، اقتصادكم مستهدف، قوتكم مستهدفة، بل عقولكم بل وجود مستهدف. فأعداء الإسلام يحبكم المؤامرة ضدكم، فاتقوا الله في أنفسكم، وتعاونوا فيما بينكم تعاونا صادقا في سبيل محافظة على أمن أمتكم واستقرارها، ودفع الشرور عنها، وحاربوا عصابات الإجرام، واحذروا أن يكون أي منكم أرضه تكون ميدانا للمؤامرات والحياك المؤامرات ضد الآخر. فأنتم أمة مسلمة، يجب أن تعلموا أنكم خير أمم. إن أعداءكم يريدوا إذلالكم بعد عزكم، وإضعافكم بعد قوتكم، وإبعادكم بعد بروزكم. أنتم خير أمة أخرجت للناس، فاتقوا الله في أنفسكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وليكن تشاور وتعاون وتشاور وتعاون بين المسلمين بعض البعض في سبيل المصالح العامة. أيها المسلمون، إن وجد التعاون الخليجي خطأ خطوات عاد يشكروا عليها، لكن الأمر بحاجة إلى تعاون إخواننا جميعا في سبيل عز الأمة وأمنها واستقرارها. فاتقوا الله يا قاتل المسلمين، واسعوا جهودكم وجهودكم في توحيد كلمة أمتكم وجميع صفوفهم، واحذروا أن تكونوا جسورا يعبر العداء عليها ومطى يركبون عليها ليصلوا إلى أغراضهم المشبوهة. اتقوا الله بأنفسكم، ولتكن لكم سياسة خارجية متزنة تزن أمور وتعطي خبرة عن الواقع، حتى يكون مسلم على علم بواقع أمرهم وعلى علم بصير وصيرة في واقع مجتمع مسلم. إن المجتمع أمانة في أعناق قادتها، فاتقوا الله واعملوا خيرا وقدموا لأمر خيرا. فإن كل امرأة من الدنيا فليبقى ذكر حميد تذكرون به في سبيل صلح الدين وحمايته والدفاع عنه. أيها المسلمون، إن أمن المجتمع مسؤولية كل فرد منا، أن يحذر أمام المجتمع ويسعى في أمنه ويبتعد عما يسوء إليه، ولنحذر من تصرفات حماقة تؤدي إلى دخول الأعداء في الشؤون الداخلية. أيها المسلمون، إن الإعلام له دور أثر عظيم في خدمة الأمة وخدمة قضاياها وحل مشاكلها وحوار بهمومها ومعاناتها. إن هو انطلق من مبدأ ترجم مبدأ أدب الشرعي وتعاليم الإسلام، فعلى الإعلام أن يعالج قضايا الأمة المصيرية، أن يهتم بقضايا الأمة المصيرية، وأن يكون مصدرا لمحاربة الرذائل وسلسل الفضائل والقيم والمحلهوة الإسلامية، وإبعاد كل غريب أو دخل الأمة يريد إفسادها أمة الإسلام. وليكن الإعلام متبعدا عن المهاترات والهامشية والإثارات، وأن يكون هدفه الإصلاح ونشر الفضائل وحل قضايا الأمة وتبصيرها عن ما كان وتبصيرها عما يريد أعداؤها بها. فالإعلام إذا كان صادقا واقعيا نفع الأمة وأسعدها، فليتقي رجال الإعلام وليكن لهم دور فعال في حماية الدين ونصر الدين. أيها المسلمون، إن خير وسيلة للدعوة إلى الله وتربية الأجيال مناهج التعليم، فمناهج التعليم عظيمة، بها نربي أبناءنا وأجنس أبناءنا ونعد لجيل أجيالنا السابقة الآتية، ونربيهم على الأخلاق العقيدة والأخلاق الفاضلة والشيم النبيلة، وحرص على والالتفات على ولاتهم وعلمائهم والسير فيما يصلح أمتهم ومجتمعهم. أيها المسلمون، إن من مقاصد شرائع الإسلام حقن الدماء وحفظ النفوس، فإذا فبلا تستقل البشرية الأرض وتعمل ما أراد الله لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن عنوان صلاح كل أمة واستقامتها محافظة أبنائها على النفوس، فإنها بشر دينية ومصلحة شرعية وقيمة سوية وقيمة إنسانية معتبرة. فإن قتل النفوس بغير حق
عدوان ظالم وجرم كبير يلي الشرك في المفاسد. فاحذروا ذلك يا عباد الله أيها المسلمون. إن قتل النفوس من الجرائم العظيم كره. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتلنا جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا ابتلينا بأمة قاية الإيمان والعرفان استبرأ قتل الإجرام وسبق الدماء البرية وقتل النفوس المعصومة فأشد من ذلك شوهوا وتشويها مثلوا بها تمثيلا سيئا تشبث به النفوس وتقشع الوجود. لا دين ولا إسلام ولا خلق ولا معيار أخلاقي ولا إنساني. وإن وظن وجو هؤلاء مشابه الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما اعترض المعترض منهم قال: هذه قسمة الله قسمة ما أراد مولي وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. قال صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن يخرج من ضدي هذا أقوام تحقرون أصالون صلاتهم وصيامهم عند صيامهم يمرقون من الدين كما يخرج سهم رمية يدعون الأوثان ويقول الإسلام لئن أدركت لأقتل قتل عاد. فصلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء أعظم شأنا من الخوارج. قد يكون عند الخوارج مبدأ سليم، لكن هؤلاء إجراميون إصابة إجرام، نهبوا انتهاك الأعراض وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال وأفسدوا وباعوا الحرائر وبيسقوا بالنخاسة وفعلوا من إجرام ما فعلوا. فعلى الجميع أن يتبعوا لأمرهم ويعلموا شرهم وخطرهم وأنهم ضروا محض لا خير فيه. إن هذه الأعمال السيئة عظيمة. يقتل المسلم بغير حق، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، كيف لهم لا إله إلا الله؟ إذا جاءت حاج يوم القيامة لزيد مسامة بن زيد قد رجل في أحد غزب أحد السرايا أما قال وقال لا إله إلا الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لأنه أراد التقية. قال أشققت عن قلبه، كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: ماذا يقول حتى تمنيت أني لم أسل لله إلا يومئذ. إن هذه الجرائم الشنيعة برهان ظالم إرهاب ظالم وعدوان غاش إرهاب ظالم وعدوان غاش وفساد، والله لا يحب فساد. وأشر من ذلك أنهم دنسوا هذا، أنهم لبسوا باطلهم بأنه جهاد وبأنه إسلام، والله يعلم أنهم براء من الإسلام ومن الجهاد وأنهم ظلمة الطغاة. فاحذروا أفعال شنيعة وأفكارهم المنحرفة وشعاراتهم الزائفة. أمة الإسلام أمة الإسلام أمة الإسلام يا رجال أمن يا رجال أمن، أنتم صمام أمن أمتكم تحمون حدودها واستقرارها وتضربون بيد حديد على كل من عدا من الخارج أو متربص بها من الداخل. إن عملكم شريفة وعملكم جليل، فاتقوا الله بأنفسكم وأخلصوا لله أعمالكم، وما يصيبكم من نصب وصب أو إعداء نفوسكم فاحتسبوه عند الله ثوابا. لكم أجر عند الله، شرف عند الله، وثناء من إخوانكم المسلمين تستحقون على أفعالكم الجليلة. فقفوا صفا أمام عدوكم واصبروا وصابروا وثابروا واصبروا وصابروا ورابطوا، فإنه الحق ولجي اليوم في الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فجنود الإسلام ورجال الأمين نرجو من الله لهم التوفيق والسداد وأن يثبتهم على قول الثابت وأن يعينوا على مهمتهم. لا شك أن جهود جبارة في هذا المجال، فنرجو الله أن يقوي قلوبهم وليعلموا أن الدفاع عن الإسلام جهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل الله ورد الشرور والفساد. أيها المسلمون، أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله بأنفسكم واجعلوا من دعوتكم وعلمكم هداية الخلق وإصلاحهم وحلل والسكينة وإبعادوا الشر والفساد. اكشفوا شبه الضالين المنحرفين وبينوا أخطاءهم من الكتاب والسنة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها المسلمون، إن من أخلاق المؤمن محبة الخير له، إن من أخلاق المؤمن محبة الخير له ولإخوانه الماضي والحاضرين، يحب التقوى والصلاح ويدعو لهم. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمحبة الصحابة والدعاء إلى أصحاب رسول الله والدعاة بعدهم إلى الله محبتهم واجب والترضي عنهم واجب، وألا نلمزهم ونعيبهم وألا نقول في الخيرات، فإنما يلمز أهل الإسلام ويعيبهم ويستهزئ بهم وينتقص من قدرهم ويسيء الظن بهم دليل على نفاق في قلبه. فالمسلم يحب أهل الإسلام ويحب دعاة الإسلام من علماء الأمة من فقهاء ومحدثي ومفسريا، يحبهم لله ويواليهم لله ويعرف فضلهم وقيمتهم. أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على هذه النعمة أن بلغ وصول بيت الحرام دار التوحيد والأمان، وصلتم سالمين معافين، فأدوا نسك على ما شرع الله لتأخذوا عني مناسككم. فحرصوا على ذلك لتأخذوا عني مناسككم. أيها الحجاج احذروا التكاثر والتدافع والزحام قدر الإمكان، ولا تلعجز من النساء والضعفاء والعجزة. أيها المسلمون لما وحد الله بهذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله أولى حين الحرمين ولرعاية خدمة الحجاج بيته الحرام، بذل جهده في ذلك وقام ما بناه الملوك بعده سعود وفيصل وخالد وفهد حتى أجادوا الخادم الحرمين الذي تميز بكثير من الخدمات والمشاريع العظيمة. فمن ذلك توسعة الحرمين الشريفين التوسعة التي يعرف التاريخ نظيرا فيما مضى ولا في الوقت الحاضر تفضلا من رب النعمة، فأصبح الحج ميسرا والتنقل بالمشاعر المهيئة. هذه الجمرات وتوسعتها العظيمة التي استوعت جميع الحجاج على كثرتهم، وهذا المطاف الآن سيسعى في تكميله إن شاء الله بدعا، وترون من الخير ما ترون. إن هذه الدولة المباركة والتي أولت الخدم الحرمين الشريفين هذه العناية لو خير الملوك آل سعود في هذه الدولة المباركة الذين من الله عليهم بخدمة هذا البيت ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم خدمة الحجاج. فنشكر الله على هذه النعمة ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، قفوا بعرفة إلى غروب الشمس ولا أدمعونها إلا بعد غروب الشمس، وأكثروا في بقية يومكم من ذكر الله والاستغفار والذكر والتهليل والتحميد وسؤال الله المغفرة والنجاة من النار. أمة الإسلام حجاج بيت الله الحرام أنتم في يوم مبارك من أيام الله يوم عرفة، ويزيد شرف أنه يوم الجمعة، فقد اجتمع يومان فاضلان. هذا اليوم فيه ساعة المحق إجابة يقول به صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة وفي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل آخر إلا أعطى، وفي عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا حين آخر النهار فيقول فيباهي بهم الملائكة ويقول انظر إلى عبادي إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يوم عيد للأسبوعي ويوم عيد لأهل عرفة، هذا اليوم يوافق موقف النبي صلى الله عليه وسلم فقد وكان موقفه يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، هذا يوم المسلمون في أمصالهم يصلون ويذكرون الله، وأهل عرفة موقفهم يصلون ويذكرون الله ويحمدونه فيجتمع لهم الأمور كلها. هذا يوم يسمى يوم المزيد يدعى الجنة للنظر إلى وجه الله الكريم في وادي أفيح ينصب المنامر من لؤلؤ وذهب وزبرجد على كثباء المسك فينظر وجه العيانة، فما أعطي الجنة نعيما أعظم من نعيم النظر إلى وجه ربهم جل وعلا. أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، قفوا بعد غروب الشمس وادفعوا عنها بعد غروب منها بعد غروب الشمس، وصلوا بمزدلفة المغرب والعشاء وقفوا بها إلى معظم الليل، ولكم الانصراف بعد نصف الليل وتكميل حجكم. أيها المسلمون ارموا الجمار يوم النحر والعقبة الأولى يوم العقبة، ارموا العقبة واحلقوا وقصروا فقد حل لكم كل شيء، حرم إلا النساء طوفوا طواف الإفاضة، فإذا رميتم وحلقتم طواف الإفاضة فقد حل له كل ما حرم عليكم بالإحرام. أيها المسلمون اتقوا الله بحجكم واجعلوا حجكم مبرورا، وبروا الحج بالأعمال الصالحة والإخلاص لله وإعقام الاستقامة على طاعة الله. أيها المسلمون
ارموا الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر، تعجلتم وإن تأخرتم فهو أفضل، لترموا الجمار يوم الثاشر ليخف الزحام عليكم وتعينوا إخوانكم على ذلك. أيها المسلمون، الشكر لله على كل حال على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وفضله العميم. ثم الشكر أيضا لخادم الحرمين وولي عهده وولي وليه بما قاموا به جهود جبارة وأعمال عظيمة. ثم الشكر لأولياء الحج وعلى رأسهم صاحب السمو الملك أمين عبد العزيز، وفقه الله وزاد توفيقه وسداده وهداية وأعانه على كل خير. ولا ننسى أميرنا مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة، وفقه الله وأعانه على كل خير وسد خطاه، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، أرجو الله وتضرع بيديه وأكثر من الدعاء، فإن الله قريب مجيب. يقول في الحديث القدسي، يقول الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقرب الخطايا ثم لقيتني أشبه شيئا للقيتك بقراب مغفرة. فادعو الله مخلصين له الدين، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال المسلمون يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم إن نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم من حاجة كل مكروه وأعده إلى أمر سالمين غانمين. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الله من كل ما تحب وترضاه. اللهم بارك له في سمعه وبصره وقوته ومن الصحة والسلامة، ووفق ولي عهده ولي عهده لكل ما تحب وترضاه. اللهم يا اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الصالحين. اللهم نجي إخواننا في الشام من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم وفق إخواننا في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي دار الإسلام، وفق ما تحب الله. يا إخواني في العراق ويا إخواني في العراق، متى تفي مقابلتكم ومتى تعود رشدكم ومتى صفوفكم ومتى تتغلبون على هذه التفجيرات وعلى هذه المجالات العظيمة؟ يا إخواني في اليمن، ما هذه الحالة السيئة حولتها المسعين إلى خوف وذعر وسفك للدماء؟ يا إخواني في ليبيا، اتقوا الله بأنفسكم وتعاونوا على البر والتقوى واحذروا النزاع والشقاق. يا إخواني في كل مكان، كونوا يدا واحدة ضد عدوكم المشترك، قفوا صفا واحدا وتعاونوا على الخير والتقوى. أسأل الله أن يجعلها عهدا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على النبي ولم يول. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام